السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك أستاذ؟ جزاك الله خير أستاذ، كيف حالك؟ مساء الخير، بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني، اليوم 11/1/2017، مرأة بريطانية بنت طابت الحمد لله رب العالمين، أبعث جائزة مادية على فضة شنو بآيات القرآنية بين أستاذ شو اسمه؟ أستاذ أسعد خان هندستاني. أيوة. أقول له ما ندري آفرتي أو البديل آفرتي أو جائزة دي آفرتة بريطانية. لما أستاذ أسعد خان يقول لهم أستاذ حد يمني هذا جائزة سباز وفاين كور آفرتة من دارك أين أقول بريطاني جائزة لبنادي منازم زيوة سياهم آيات القرآنية زو قرام بآشرة بدينا أود كساني كتائك هيتي من منامه أو زيونا بس آيات القرآنية دي ولومي هدية نادية من دارك إتسابوا أو هدية قولية لآفرتي بريطانية من دارك نازم نخوشي شير بجي وشيا ومندوي ما أستاذ نادي بريطانيا أو جائزة كمان دعتنا أستاذ أسعد خانة أستاذ ياتي شو بالإنجليزي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله we had some serious issues with a patient from Canada and Britannia and mashallah with Allah's blessings and Allah made Sheikh Azari جزاك الله for the cure of the patient and may Allah bless you Sheikh جزاك الله give you more blessings for everyone. جزاك الله خير. وافدك استاذ تقول بمرا بريطانيا. السلام عليكم. مرا بريطانيا جبت بنت شيخ علي وكان عندها حاله مرضيه وشفت على بيت ربعاني سيد علي وممنونه وبعثت لها هديه من بريطانيا ووصلنا فيها ان شاء الله. استاذ شكرا. استاذ بريدي تتكلم شكرا جزيلا. استاذ تحكي بالهندي دقيقه. هندي اوكي. مرا بريطانيا. ييك الله تعالى كرم هي كي कुछ पेशेंट थे ब्रिटानिया के और कनाडा के जिनको कुछ असरात थे और अल्लाह ताला ने शेख मौला अली को उनके लिए ज़रिया बनाया उनके शिफा के लिए और अल्लाह ताला को और बरकत दे من دارك كتاب ولو من عندنا بريطانيا بدستي مع مستاي تسمين كل ما مستاي استاذ باخوي اصل المندوبة هندستانية بانجليزي استاذ تتكلم بالعربي وهذا جائزة مو اللي طبنا بالنبي صلى الله عليه وسلم سباس عندنا كيف صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد ان شاء الله جائزة وقوله في عمر صلى الله عليه وسلم وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله خزمة كاين هم تعملوا جائزة اجناكم ان شاء الله نكزي بزير جميل بخواي وعد من أخو من بنامج سباس عندك إن شاء الله هو لو أولادي بريداني نخو شكي تشابنه لا يما تشابه أما مستوى أحد كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. لك مساء. فلو استاذ.